ايام زمان، ايام شوف ايام عيد الفطر، ايام زمان ايام حلوه جميله ما تنسي، لها ذكريات كثيره يعني تختلف عن الحين. اول كنا ننتظر العيد هذه بشوق ولهفه، يعني كنا دائما اخبر احنا كنا واطفال صغار نجي هنا على اي ليله العيد، كنا نجي هنا على المكتب عندنا، وابوي الله يرحمه الوالد كان يوزع علينا ملابس العيد واقتر العيد ونعل العيد علينا احنا وعلى اصدقائنا بعد. ايام زمان تعرف، وتعرفوا ليله العيد كان ايام حلوه، وخصوصا ايام العيد وكان الفريج اول كله غريب على بعض، ما في سيارات كثيره يعني من بيت لبيت لبيت، ما نخلي بيت ما نروح له، ما نخلي حتى القلعه ندش فيها، هذه الاجلاع الكبيره اللي هني ندش نحصل عاد مبالغ بسيطه، تعرف اذا حصلت نص ريال لك نص ربيه واربعانات وربيه يعني تفرح فيها، يا دوبك اذا جمعت لك 10 ربيات كانك انت مجمع لك الاف. احنا الشباب الصغار يقعدون بالبيوت والناس تجي سلم عليهم وتعطيهم العيديه، احنا الاول لا نطلع. وبعدين خبر ان احنا كنا نحصل البنات لعيدهم وعندهم عيد يقولون 7 ايام واحنا عيد واحد بس، ذيك الساعه صغار عيد واحد يقول انتم عندكم 7 واحنا عندنا عيد واحد، يعني كانت ذكريات حلوه جميله والله. امر على بيوت اهالينا وعلى بيوت اقاربنا واصدقائنا اللي حوالينا قريبين على بعض، ما نبتعد بعيد يعني، لكن انا كله في المنطقه لان المنطقه ما كان في سيارات، شوارع قريبه واحنا سميناها دعوس، الدواعيس هذه يمر فيها من بيت على بيت من بيت على بيت، ما نخلي بيت ما نمر عليه. هذه الذكريات حلوه وجميله، يا ريت يعني تعود، نتذكر دائما بهالايام الجميله. خلينا نسترجع ايام زمان، كنا في الستينات نهايه الستينات بدايه السبعينات، ايام مناطق شرق اللي تحتوي على مجموعه من القبائل القطريه من الخليفات والهيثمي والعسيري والنصر والمجسم والبدر والسلطه والقعاطري والخليفات، هذين كلهم في فرجان واحده، وما تفصلنا بين بيوت بعض الا دواعيس صغيره ممكن تقطعها في خلال ربع ساعة توصل إلى نهاية البيت اللي تبينه وتروح تعيد عليهم. كانت أيام رمضان مع نهاية شهر رمضان الكل يستعد ملابس وجميع الاحتياجات اللي يستلزمها، اللي احنا كنا ذيك الأيام أطفال يعني جواتي ونعل وقطر نشتريه من سوق واقف ونخش عندنا في البيت داخل قبل لا تطلع الشمس. فكانت أيام حلوة جدا وبسيطة، ندش على البيوت والدتنا ترحب فينا وتكون السفرة جاهزة، وكانت سفرة العيد بسيطة جدا جدا يعني أشياء حلويات بسيطة وفي بعض قطع من الكيك البسيط والانتيمع والعيادي بسيطة، كانوا الأبهات والأمهات يعطون عيادي بسيطة، اللي يعطي نص ربية يعطي أنتين يعطي يعني تعتبر خردة مش فلوس مش نقدي. وهذه أيامنا كانت يعني سهلة جدا وبسيطة ومحبة ومودة، وكل ما نطلع من بيت نتجمع في بيت ثاني، وهناك أيضا هدفنا الأساسي هو أن نعايد على بعضنا البعض في أيام العيد المبارك. فهذه كانت أيام حلوة جدا، فعالياتنا بسيطة جدا، عقب الساعة يعني عقب الساعة 8-9 نتجمع أيضا في أماكن الخردة اللي جمعناها تروح حق الدكاكين، لكن يعني كل واحد مخباه يقرقش من فلوس ما فيها أوراق ما فيها أوراق كلها خردة، فتروح حق الدكاكين نشتري من عندهم حلويات نشتري من عندهم الحاجات يعني اللي نشوف ذيك الايام قيمه جدا يعني كنا نحسب عليها كل درهم نصرفه نشوف له قيمه. يوم العيد والله ما احب يعني بظلني نايم حتى للساعه 7 مساء ممكن الساعه 6 لاني بتختلط علي الذكريات، ذكريات والدي الله يرحمه كان بياخذنا يعني كنا متنقل لبيت من بيت لبيت، كنا بنعايد على الاخوال كنا بنعايد على الاعمام، كنا يعني بنذوق يعني أكل كل بيت يعني بنمر عليه، جدتي على الصبح كانت بتصحينا في عنا أكلة تونسية يعني شو اسمه يعني العصيدة التونسية
او يعني شيء مالح عشان يسهل، يعني عشان يسهل يعني ان نشرب اكثر ماء. ذكريات يعني بتختلط عليك، يعني جدتك ابوك الله يرحمهم خاصه، يعني بتصير عايش مع الاحبه اللي هم هذول فارقوك اكثر من اللي هم الاحياء اللي هم موجودين هلا. والله ذكريات جميله جدا، ويعني زمان احنا لما كنا صغار كنا ننتظر الهدايا من الوالدين، من ملابس العيد والعيديه، العيديه دي نحن بنسميها في السودان هناك قروش، يعني بتدق قروش ويقول لك دي العيديه بتاعتك، وبنمشي نلعب في اللعبات هناك في المكان المغرب بتاع العيد، وبنقابل الاحباب والاصحاب في الاجازات. طبعا العيد بيكون وبعد المدارس، وبتلاقي اللي بيقروا معك في المدارس، وبنعدي اوقات جميله جدا. اول يوم في العيد دائما بنروح الصلاه مع الناس الكبار، زمان لما نكون صغار يعني بنروح معاهم وبنصلي في الصفوف الخلفهم، وبعد ما تنتهي الصلاة بنمشي نلعب في الألعاب بتاعت الأطفال، بنضحك فيها ونلعب فيها، ونقعد نمشي نلف على الأهل والجيران ونبارك لهم الأعياد والأصدقاء، ويعني يمكن نجي راجعين البيت وقت متأخر خالص، يعني ده العيد عندنا زمان كان كده شاء الله. طبعا إذا كملنا مثلا الصيام قبلها بيوم، فكان الوالد الله يسلمك ياخذنا يجيبنا هنا في السوق. هو طبعا لو زمان يعني ما كان في سوق، عندنا سوق كبير اللي هو سوق واقف هذا. اما المحلات الموجوده او الدكاكين الموجوده في الفرجان فكانت يعني محلات صغيره، عرفت شلون؟ وما فيه الاشياء اللي يعني اشياء للعيد، مثلا بتحصل لك خياط او بتحصل لك كذا. فالاكثر يعني تجهيزات العيد يكون هنا في سوق واقف. فكان الوالد يجيبنا هنا، نختار لنا مثلا ثوب. الثوب طبعا ما كان الاول تفصيل، يعني صعب واحد يفصل له ثوب، فاكثر الثياب تحصلها مثلا جاهزه، عرفت شلون؟ فكرمك الله مثلا يشتري لنا نعال او ياخذ لنا عقال وغتره وقحفيه، عرفت؟ وكنا احنا فرحانين بهالشيء هذا. ومحتمل يكون هذا الثوب اللي احنا لابسينه مثلا حق عيد الفطر نلبسه في عيد الاضحى. الوقت كان غير عن هذا الوقت. الأول الله يسلمك ما في رواد عندنا هنا ولا في تلفزيونات، فالخبر يجينا مرة من المرات الله يسلمك احنا يعني عيدنا اعتقد وقت متأخر، جانا الخبر تقريبا الساعة 10 الصبح انه في عيد، في ناس كانوا صايمين. اعتقد بتأكد لك السنة يعني هي في الستينات، انا اذكر الموضوع في الستينات. ففطرنا يعني أهل قطر افطروا تقريبا الساعة 10 الصبح، وكانوا صايمين لأن كانت وسائل الإعلام ضعيفة عندنا هنا ذاك الوقت، يعني لا عندنا مثلا إذاعة ولا عندنا تلفزيون، فالأخبار جينا متأخرة كثير. يعني كان استعداد يعني خاص مع الأهل، كنت مع أبوي وأخوي نروح عند القصرية نفس سوق واقف هنا، زين نروح نتسوق زين، ويكون خلاص من الصباح نروح المسجد صلاة العيد، بعدها نروح نفطر ويتجمعون أجدادي وعماني. والله شوف احنا العيد عندنا نوم في الصباح وسهر في الليل، فكان يعني نجلس للظهر نفطر مع الأهل ونعيد ونروح نصلي الفطر ونرجع، ويكون طبعا احنا عندنا العيد يكون بالليل الجمعات والروحات والطلعات. ذكريات جميلة جدا، يعني الصغر والفرح ويعني والفرح بالعيد قبل أيام، يعني بشراء الملابس وتحضير كما نقول يعني المأكولات التقليدية من مثل البسكويت وما شابه ذلك. ذكريات حلوة معناها مع العائلة مع الأصحاب الأصدقاء الجيران، يعني صلاة العيد وبعدين في المرطبات الحلويات، ونلعبوا مع أولاد الجيران ونلبسوا أحلى الملابس، وهذا هو كان ذكريات حلوة ذكريات طيبة يعني. وإن شاء الله عيد مبارك على الناس كله وعلى الأمة الإسلامية والعربية الكل. يعني من لما وعيت على الدنيا في حدود سنة 2003-2004، يعني أهلي كان يروحوا على الجامع، الوالد كان يروح يصلي في الجامع صلاة العيد، بعد ما يرجع من الجامع كنا نجتمع كأسرة في البيت. طبعا قبل بيوم قبل بيومين كانوا أهلي يحضروا يعني حلويات العيد، كعك العيد المعمول راس بعجوي، هالأمور هي المعروفة يعني بين الأهالي في سوريا. فبعد ما نجتمع في صباح العيد مع الأهل
كنا بنفس اليوم ننطلق نروح على القرية على الضيعة اللي فيها جدي. طبعا هذيك الليالي كان الأهل يشترون ملابس جديدة مثل ما تفضلتوا، كمان يحطوها جنب يعني سرير النوم، جنب فرشة النوم محل ما ننام. فهيك كانت الأجواء يعني صراحة، هذا اللي أذكره. طبعا كان في عنا قضية الألعاب النارية، كنا يعني أكثر الأهل أكثر الأولاد في المنطقة اللي كنا ساكنين فيها كانوا يشتروا ألعاب نارية كتير، فهيك كانت الأجواء.